الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بالسعد والسعادات، طبتم وطابت جميع أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا عبر منافسات بطولة نجوم الغربية، وفي واحدة من أقوى مباريات البطولة في تركيا في مواجهة الوطني، قمة كبيرة جدا بعنوان جميل جدا، بروعة، بأناقة، بجمال، بأسماء رنانة وأسماء مميزة حاضرة داخل أرضية الملعب. الوطني باللون الأزرق المقلب بالوردي، بينما فيتوركا باللون الأورنجي المقلب بالأسود، بهذه الأسماء وبهذه التفاصيل والعناوين الجميلة جدا تنطلق هذه المباراة بصافرة السيد عبد العزيز الشيخ، من يضبط هذا اللقاء تحكيميا. بينما هذه تحياتي محبكم عبد القادر بلاوي، واصفا ومعلقا لمجريات هذا اللقاء، آملا بأن نستمتع سويا وأن يصل هذا اللقاء إلى حد الإقناع حتى الإشباع، وأن تكون هذه المباراة واحدة من المباريات التي لا تنسى. وإلا المباراة من يسجل، من يعلنها واضحة وصريحة، من يشعل فتيل هذه المواجهة. الله على التونة، الله على الاستلام، شوف التقدم إلى الأمام، لمسة ذكية للوطني، جول 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 جول، هي واضحة وصريحة، حساب المزروعي خذ قرار، نظرة على الزاوية الصعبة، الله حلوة 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 كرة المرزوقي حلوة، الله على كرة حساب، الله على اللقطة الرائعة جدا، قص شريط الأهداف، التقدم بأول الأهداف، التصويبة رائعة جدا من المسافات البعيدة، يتقدمون الوطني 1-0 على حساب بيتوركا، الوطني 1-0 في مرمى بيتوركا. وطني إلى هذه المشاركات المشرفة، كرة بتتحول سريعة، الله على المتابعة، سيطرة من عاصم مرر كرة في منتصف الملعب، علي ميسي استلم، علي مرر كرة باتجاه روما مروان عرضية، الله حلوة اللعبة الذكية، لكن الله على التصدي، الله على القبول القوي من حارس المرمى عمار ابو علي، عمادة الكرة من جديد، خلودي لمسة إلى روما مر، روما عدى، روما صوب كرة تعود بعد ذلك إلى سهل بعيسى، الله على سهل، الله حلوة عبر بوابة اللاعب الوطني، يحمي علي الوطني، كرة منقولة إلى اليزيدي سلم كرة إلى تونا، يوسف يبحث عن المرور، عادت الكرة إلى اليزيدي، لعيب فنان، الله على المرور، الله على المرور، فتية كانت هذه فيها مرور رائع وتدخل أروع، عادت بعد ذلك إلى علي، حولها إلى عاصم، هذه وين الله على المرور، لمسة إلى سهل حولها إلى عاصم عرضية وجدت التقنية والمتابعة، منقولة إلى الأمام، خطرة في مكان داخل منطقة العمليات، تابع جول 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 جول، الله هي واضحة وملامحها ملامح جول، الله على سهل والتصويبة أطلقها واسكنت شباك عمار أبو علي، والعودة لبيتوركا 1-1 النتيجة، 1-1 النتيجة، تعادل إيجابي، بيتوركا يعودون إلى المباراة يعدلون النتيجة، 1-1 في اتجاه ميسي، عادت إلى سهل وعالية سهل، الله على المرور، شوف الآن بيتوركا بدأ يتفنن الفريق خلفها علي ميسي، خلفها خالد الشنقيطي، ميسي على الكرة الماضية الله على التصويبة، تقنية الله على التقنية اللي كانت حاضرة في اللقطة الماضية من صلحي، تعود الكرة من جديد، تونة يوسف مر، يوسف عدى، يوسف تقدم الكرة إلى الأمام، خطأ في مكان، يا السلام هذه كانت قريبة جدا من المرمى، ولكنها انتهت دائما المسؤولية تكون كبيرة على لجنة الحكام في أي بطولة بأن يظهروا بصورة رائعة، وأن كذلك يلتزموا الحياد، كرة ثابتة منقولة إلى الأمام، الله على اللقطة الماضية، اعتلت ومعها أيها الأحبة صافرة من السيد عبد العزيز الشيخ تطلق لتعلن عن نهاية شوط اللقاء. الرحمن الرحيم، عودة مجددا وإياكم أيها الأحبة
مع انطلاقة شوط اللقاء الثاني في مطلعة بيتوركا إلى جانب الوطني. شوط أول انتهى بتعادل إيجابي بهدف لكلا الفريقين. شوط ثاني نتمنى أن يكون أروع، نتمنى أن نستمتع بكامل تفاصيله بين الفريقين المتواجدين داخل أرضية الملعب. من قدموا لقاء رائعا ممتعا وجميلا جدا في بيتوركا. ماجد بنك الكرة إلى مروان روما، الضغط عليه حاضر، برافو على التقنية والمحاولة لا زالت مستمرة. منقولة إلى الأمام، روما عرضية يا عيني على التغطية الدفاعية، الله على من قام الثاني التغطية الدفاعية اللي كانت حاضرة في اللقطة الماضية تعود من جديد بالمتابعة، والعرضية أرضية من قال مجددا في الضغط والتغطية والأكاديمية والنظام الوطني بتركيا، نجوم زايد ونجوم العمرة، هذه الفرق المشاركة في هذه البطولة. هذه عرضية خطرة الله على المتابعة، والكرة التي انتهت بهذا الشكل إلى ركلة وإلى كرة ثابتة. الآن في آخر لمسة بعد ذلك لخالد الشنقيطي، بينية إلى الأمام، سعد قائد، سعد استلم، سعد مرة الكرة إلى علي ميسي، علي مرور، هذه جول الله على اللقطة الماضية، الله علي ميسي، هذه أبدا ما هي عوايدة، خطأ في مكان، خطورة لصالح بيتوركا، خطورة لصالح بيتوركا، سعد قايد، كرة ثابتة لبيتوركا، هذه الوين؟ تروح ولا ما تروح؟ هذه بعيدة، هذه اعتلت العارضة، وانتهت الكرة إلى ركلة وإلى كرة ثابتة، والحل في هذا التوقيت عن طريق هذا الخطأ، وعن طريق هذه الكرة الثابتة، هاشم برناوي بيلعب كرة، تسقط في الجدار الدفاعي، من سال الله على التصيبة الماضية والتصيبة معها أيها الأحبة تطلق الصافرة، لقاء ينتهي بالتعادل الإيجابي، هدف الوطني سجل المرزوقي وهدف